طيب عايز اسالك برضو عن الفارق ما بين التدريب في مصر وخصوصا النادي الاهلي تمام وايضا التدريب في جنوب افريقيا وسان داونز. ايه الفارق ما بين التدريب النادي الاهلي وتدريب مثلا فريق زي سان داونز؟ حط 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 غير يلا ما بيو سان داونز فريق انا بنيته بنفسي فضلت معاهم 8 سنوات دورت الفرق اكتر مره اعتقد 3 او 4 مرات غيرت اللاعبين دورت اللاعبين كنت دايما بحاول اجدد دماء الفريق وتعلمت منين وشفت منين انا لعبت من مدربين كبير أليكس فيرجسون ازاي قدر بيعمل حاجه زي كده مع فرق ثانيه وازاي قدر بفرقه 20 سنه متسيد وتقدر تشتغل مع فرقه وازاي تغير وازاي تعرف تبدل اجيال وكذلك ازاي امشي لعيب واجيب لعيب ثاني وازاي اعمل التأقلم الفريق وده اداني افضليه وانا بمرن سان داونز لان اعرف كل اللعيبه قعدت فتره طويله اعرفه كويس جدا وكنت بعمل التقاء اللاعبين من جنوب من امريكا الجنوبيه جبت لعيبه زي سيرينو من اورجواي فانا كنت بروح بنفسي انا بالطياره عشان اروح واتفرج على اللاعبين عشان اعمل عمليه الانتقاء بس الاختلاف ان مامي سان داونز لاعبين مامي سان داونز influential with the ball. أكثر تأثيرا بكرة القدم، هم بيلعبوا الكرة في رجلهم كأداء لعب. It's like you ask, look at the Brazilian team. زي ما تقول بس الفريق البرازيلي اللي بتتفرج عليه وتبص فريق أوروبية في فرق ثقافة كروية مختلفة. But the style doesn't mean you win. لكن مش معنى ان الاداء جيد معناه انك هتكسب بالظبط the goals the girls wins the game الاهداف هي بتحسم المباريات لكن الاهلي اكتر اكتر فعاليه وقوه بدنيه اقوى من فريق سان داونز لعيبه سان داونز بدنيا اقل اجسامهم اقل بيعتمدوا اكتر على الفنيات والتحركات السريعه اكتر من الاهلي الاهلي احنا اقوياء ومنظمين اكتر وبنعرف نترجم الفرص اللي بتجيلنا ونسجل ده الفرق بين سان داونز وبين الاهلي وبمناسبه ان احنا بنتكلم عن فريق سان داونز زعلت من اللي حصل معاك من الجمهور سان داونز ولا بتعتبر ان ده كره قدم بتحصل في اي حته؟ No, it can happen to everybody. It's football. If you don't accept انت من جواك لازم تتقبل ده لو ما تتقبلش ان حاجه زي كده تحصل بالنسبه لك كمدرب قاسم انت عايش في مجال تاني خالص مش مساحه طبعا احبطت واتضايقت طبعا من اللي حصل لان انت كسبت 10 دوريات مع سان داونز تلات اربع كؤوس يعني لما تكسب اثنين ثلاث كؤوس سبت حاجه عدد كبير من الكؤوس ومن الالقاب في سنوات طويله مع سان داونز But the trophies I won in the last 8 years. هو عمره 50 سنة بس أنا آخر 8 سنين حققت معاهم كؤوس أطول من اللي حققوه في تاريخهم كله. وده الشيء اللي أحزنني بصراحة. لأنه كمان لعبت في الفرقة دي كنت لاعب فيهم في يوم من الأيام لاعب الفريق. فطبعا للأسف كان شيء محزن بالنسبة لي. لكن تمام أنا مع فرقتي مع فرقة النادي الأهلي حواليا لعبتي حواليا وبنكمل على طول بنستمر وبتكمل وكملت بعد كده خلاص ما توقفناش عند الحدث ده.